الرياضة من أونلايف، أهلا ومرحبا بكم. تتجه الأنظار السابعة من مساء اليوم إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث المواجهة المرتقبة بين الزمالك وسموحة في نهائي بطولة كأس مصر يسعى كلا الفريقين إلى هدف واحد وهو التتويج باللقب. فالزمالك لا يرغب في إنهاء موسمه دون أي بطولات بعد أن حل رابعا في الدوري وخرج مبكرا من الكونفدرالية الإفريقية. أما سموحة فيبحث عن تتويج هو الأول في تاريخه بالبطولة. تأهل الأبيض للنهائي بفوز عريض على الإسماعيلي برباعية مقابل هدف، في حين وصل السكندري بتخطي الأسيوطي بركلات الجزاء الترجيحية. حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الشد من أزر لاعبي وطالبهم بمواصلة الأداء القوي للتتويج بالكأس والتأهل للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، والتأهل أيضا للعب مباراة السوبر المحلية. أنا بشكركم وبشكر الناس، فاضل تشكره الجماهير اللي بالملايين، تشكروا الجماهير ازاي وانا وافيت، يعني وقت وافيت بالتزاماتي، قلت لكم مكافاه 4 واي حد ليه فلوس حاجه متاخره يبقى ايمن هو المسؤول، اي حد ليه متاخر ياخده مفيش مشكله، مش علشان في ماتش كاس، لا عشان انتوا رجاله والرجاله يقابلوا بده، سيبوكم الفلوس مش هي دي المقياس. الماتش اللي جاي باذن الله بامر الله، بامر الله بدون مقاطع، شوف يجيب لك كاس بامر الله، يدخلك الكونفدراليه باذن الله، واديك سوبر في ابو ظبي باذن الله، شوف يعني بامر الله باذن الله كل ده في ثلاثه في يعني في لا ماتش واحد، العب برجوله زي ما بتلعب لعبك العادي، تلعب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، العبوا لعبكم العادي، لا تتنرفز ولا تتعصب ولا الكلام ده كله. وأشاد رئيس الزمالك بالتشكيل الذي يعتمد عليه خالد جلال المدير الفني، مؤكدا أن كل اللاعبين بالقائمة سيحصلون على فرصهم في الفترة المقبلة. ركزوا 90 دقيقة بأمر الله بإذن الله. كل فرصة، شوفوا أنتوا لما وصلتوا لمرحلة إن لما بتيجي ربع فرصة، ربع فرصة وربنا بيكرمك فيها بتركب الماتش. وأنا شايف إن التوظيف اللي عامله خالد لكل اللعيبة، وانا بقول تاني مفيش لاعب ما لعبش داوده، رؤى، حازم امام، اسلام، محمد عبد الغني، احمد توفيق، انت قدامك بقى شوف كم مسابقه باذن الله، قدامك سوبر، قدامك بطوله عربيه هتبدا في شهر 8 في الكويت، هتتشاف في الكويت، عندكم ان شاء الله الكونفدراليه، عندكم يعني كل لاعب فيه هيحتاج كل لاعب ان شاء الله، مش هنجيب السنه دي مش هنجيب لعيبه كتير، يعني كتير باثنين او ثلاثه بكتير قوي، كتير جدا لأنه أنتوا أحسن لعيبة في مصر. ووجه حازم إمام قائد الزمالك الشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني على المساندة طوال الفترة الماضية وأيضا تلبية احتياجات اللاعبين، مؤكدا على أن الفريق سيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير البيضاء باللقب الكأس. الفترة اللي فاتت دي احنا كنا ماشيين بصورة مش كويسة في الدوري، اللعيبة كلها استرجلت في الكاس الحمد لله، فمشينا بصورة كويسة، وحضرتك لما احنا مشينا بصورة كويسة بصراحة يعني وقفت جنبينا، ومفيش في حاجة ناقصة اللعيبة بصراحة، يعني عشان كده اللعيبة ما بتدخلش بأي حاجة في الملعب. معانا طبعا مدير فني محترم وجهاز كله محترم، عايزين نهدي الكاس ده لجمهور الزمالك ولحضرتك طبعا كابتن خالد طبعا عشان هو تعب في البطولة دي، وهي في مصر في بطولتين محليتين، في الفريق المنافس خد بطوله محليه واحنا ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله المحليه ان شاء الله باذن الله، فنبدا السنه الجايه باذن الله تبقى بدايه كويسه ننافس على كل البطولات ان شاء الله باذن الله. وأكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الزمالك اليوم والتتويج بلقب الكأس، وذلك لأنهم فريق كبير ويستحق هذا بعد مسيرة ناجحة من البطولة. شدد رئيس سموحة خلال زيارته لمعسكر الفريق على احترامه الكامل لنادي الزمالك وجماهيره، مؤكدا أنه راعى المصلحة الوطنية في المقام الأول وذلك بالتراجع عن الانسحاب من هذه المباراة. كان فرج عامر أعلن أنه يرصد أكبر مكافأة في تاريخ بطولة الكأس للاعبي في حالة الفوز بالبطولة اليوم. يخوض الأهلي مواجهته الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يحل ضيفا على كامبالا سيتي في الثالثة ظهر اليوم على ملعب لوجو ستاديوم بمدينة كامبالا. يدخل الأهلي المباراة بهدف واحد وهو الفوز من أجل العودة لمكانته الطبيعية في المجموعة بعد تعادل على أرضه باستاد برج العرب بالجولة الأولى أمام الترجي التونسي بدون أهداف. أما الأوغندي فخسر في الجولة الأولى أمام تاونشيب البتسواني الذي يتصدر المجموعة.
أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن فريقه جاء إلى أوغندا للفوز على بطلها وتعويض التعادل السلبي أمام الترجي، والذي شابه أخطاء تحكيمية كبيرة أضاعت على فريقه الفوز. احنا جينا هنا في البداية طبعا المشوار الأفريقي ابتدى، وأول مباراة لنا كانت قدام الترجي تعادلنا، وما كانش عندنا حظ، ما كناش موفقين، وفي نفس الوقت يعني التحكيم كان برضو غير موفق، لأن بعد المباراة يعني ثبت بالفعل وبالصورة وبالتلفزيونات وكل حاجة أن في جون لينا طبعا ما تحسبش، وفي ضرب الجزاء، وكل الاستوديوهات التحليلية وإحنا شفنا أن فعلا بالفعل كان لينا هدف وما تحسبش، وكان لينا ضرب الجزاء وما تحسبتش. فبالتالي ان احنا بجانب عدم التوفيق علينا من التحكيم في المباراه السابقه، فبقول له ان احنا جينا هنا طبعا عشان ان شاء الله احنا واللاعبين نفوز ونحصل النقاط ان شاء الله. وشدد البدري على ان فريقه شاهد فريق كامبالا سيتي بشكل جيد سواء في مبارياته بالدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا، لكن يبقى التوفيق عاملا مهما على ارض الملعب. المنافس طبعا احنا عارفين واتفرجنا عليه في مباريات محليه، واتفرجنا عليه في المباراه الاخيره، لان مشوار الدوري المجموعات اتلعب مباراه واحده، اتفرجنا عليهم كويس قوي وعارفين اللعيبه بتاعتهم، واكيد هم برضو متابعينا، لكن كل ده بيبقى في جانب. والجانب الاخر طبعا المباراه اللي هتكون على الملعب بكره بين اللاعبين وبين المدربين والتنظيم والتكتيك بكره يبقى ليه عمل كبير طبعا، وتوفيق ربنا ان شاء الله. اخر مره الاهلي لعب هنا اتعادل، وان الفريق ده ما خسرش على ملعبه بقاله فتره طويله، مش عارف التاريخ بالظبط، مش متذكره. لو قال قلت له كل مباراه وليها ظروفها طبعا وليها حالتها، وكل فتره بتبقى مختلفه عن الثانيه. وأثنى البدري على مستوى الكرة في أوغندا في الفترة الأخيرة بدليل أداء منتخبهم في تصفية كأس العالم وبطولة الأمم الإفريقية. الأهلي طبعا لتاريخه الطويل وسمعته طبعا يعني ليه وضع خاص، لكن الكرة اتحسنت في أفريقيا بشكل عام وفي أوغندا بشكل خاص، ودليل على كده في مجموعة لعيبة كتير جدا محترفة في دول أفريقية تانية، واتفرجنا على المنتخب الأوغندي برضو عندهم مجموعة مميزة، ف يعني في تحسن كبير. مصر لعبت قدام يوغندا هنا يعني وخسرت، فانت ممكن المباراه دي تبقى هتاثر على اللعيبه بتاعتك. قلت له لا، يعني المباراه دي بالعكس هتبقى حافز لينا، وانا حاططها في مخي ان انا هتكلم مع اللعيبه، واكيد انا عندي لعيبه من المنتخب ولعيبه دوليه هتبقى حاطه المباراه دي طبعا في اعتبارها، وبيكلمني على المين تارجت بتاعتنا طبعا في البطوله. قلت له طبعا الفوز بالبطوله ده هو الهدف الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم رقم 1004 لسنة 2014، والذي كان يقضي بتغريم شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي 135 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة مسك الدولية بعد فسخ التعاقد معها. جاء هذا الحكم بعدما قام المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي قام بإقامة دعوى بطلان للحكم في فبراير الماضي، خاصة وأنه كان المسؤول عن الملف وقت إبرام هذا التعاقد بين النادي والشركة عام 2008. تبع محمود الخطيب رئيس النادي هذا الملف باهتمام شديد، مؤكدا على ثقته الكبيرة في مستشاره القانوني. كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أنه يستبعد اعتزال عصام الحضري حارس التعاون السعودي بعد المشاركة في مونديال روسيا، وقال ناجي أنه لا يجامل أي حارس وخاصة الحضري الذي يعرفه منذ سنوات طويلة، ولهذا يؤكد أن الأخير قادر على العطاء لمدة عامين قادمين على الأقل. أوضح ناجي أن الحالة البدنية والفنية وإصرار الحضري تجعله يستبعد اعتزاله، لكن في النهاية القرار للحارس نفسه. يستعد الإسماعيلي للمشاركة بدور التمهيدي للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا،
يمثل مصر في هذه البطولة الأكبر بالقارة كل من الأهلي والإسماعيلي باعتبارهما البطل والوصيف في المسابقة المحلية. وتنص لائحة الكاف على إعفاء 5 أندية فقط من خوض الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا باعتبارهم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في تصنيف الأندية لآخر 5 سنوات في بطولة الاتحاد الإفريقي. بلغ الجزيرة الأردني نهائي منطقة غرب أسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بالفوز على مواطنه الفيصلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد عمان الدولية. أحرز هدف الفوز موسى التعمري ليتأهل فريقه لنهائي البطولة بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما. وبذلك سيواجه الجزيرة المتأهل من القوة الجوية العراقي والعهد اللبناني في نهائي غرب أسيا. إذن نشرتنا الرياضية لا تزال مستمرة وفيها بعض الفصل. باريس سان جيرمان يتعاقد مع الألماني توخيل لتدريب فريقه خلفا لأوناي أمري.